أولئك الناس الذين يعملون خارجاً في الشمس وغيرها والتنقل بالتأكيد يعانون الأمرين يعني، وهؤلاء هم نسبة كبيرة جداً من المجتمع. أولئك الذين يعملون في الحقول أو أولئك الذين يخرجون وراء رزق عيالهم في محلات بسيطة أو في شنابرة بسيطة أو في أي مكان يكسب المرء رزقه ورزق عياله، هؤلاء الناس ليعلموا أن جهادهم هذا كجهاد أولئك الذين حملوا الرسالة مع رسول الله، فإنهم يقاومون كل تلك الغرائز تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كل لحظة هم ممتنعين فيها عن أي غريزة من الجوع أو الغرائز الأخرى، فإنهم بذلك يبنون لأنفسهم طرقا وأواصر كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا ينسى مؤمنا ولن يضيع عمل الخيرين. ولهذا أقول بأن هي أيام، وفي الليل طبعا ليالي رمضان جميلة جدا، ليالي رمضان بالتقرب إلى الله فيها، في ألفة العائلة، في ألفة الأصحاب ما بعد صلاة المغرب، ولكن بالتأكيد البعض كما قلنا أخذ يبالغ كثيرا بهذه الرفقة، وبالتالي يقضي الليل كله في جلسات وغيرها، ولهذا يضيع عليه فضل هذا الشهر. لم يحصل من هذا الشهر سوى على فضل الصوم، ولكن الدعاء قد خسره فرصة الحصول على الجائزة الكبرى في الالتقاء بالله في لحظات معينة عندما تفتح السماء. وأقول هو نال شيئا وفقد أشياء كثيرة، فهنيئا وطوبى لأولئك الذين حصلوا على كل شيء في هذا رمضان. ومن يصوم ويصلي ويتعبد ولكنه يفقد صيامه بلحظة، بكذبة، بنفاق، بإساءة، بنظرة، بشهوة، بغيرها من الأشياء، وهو صائم نعم، ولكنه يسقطها ويذهب كل هذا التعب هباء، ولن يقبل لا صيامه ولا صومه ولا دعاه. ولهذا فأقول هنيئا لأولئك الذين نالوا من رمضان كل شيء، وأتمنى إن شاء الله نكون كلنا قد حصلنا على رمضان في كل ما أراده الله، ولو أن الحصول على كل ما يريده الله من هذا الشهر هو شيء عظيم لا يحصل عليه كل الناس، ولكننا نحاول في هذا الشهر. طبعا نلاحظ وقلنا في أكثر من مرة أن هذا الشهر مناسب، والله مناسب نذكر الناس فيها بالله، نبعد الناس فيها عن بعض الموبقات. لذلك أنا قلت في قبل يومين أنه الآن كثير من الناس امتنعوا عن المشروبات الكحولية والعياذ بالله، أو امتنعوا عن بعض الموبقات، واستطاع وعندما تسأل يقول لك ليش ما تمارسها وتشكي تسويها قبل رمضان، يقول لك حرام. أوكي، ما دام حرام الآن فرصة، عاهد الله الآن بليالي رمضان ارفع ايدك للسماء، صلي ركعتين، قل ربي أريدك أن تخلصني من كذا 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 كذا، وساعدني في قضية كذا كذا كذا، وأنا عبدك الذليل الوفي، وأعاهدك على أن أترك الخمر. يجب أن تقدم شيء لله سبحانه وتعالى، يعني هي نوع من التضحية، العبادة وغيرها، وهذا كل جهد، هذا أيضا أنت تقدمها، أو أنك تمارس بعض الموبقات، أو أنك أخذت حقا، أو أنك امتنعت عن صلة الرحم، أو أنك حاربت شخصا، أو غيرها من الأشياء. هناك أشياء كثيرة يعني في الحياة الإنسان يعرفها، الحق واضح والباطل واضح، فالإنسان يحس، وبالتالي أنت في هذه الليلة تنادي ربك، زين تنادي ربك وأنت متأكد من نفسك أنك إذا تقوم بخطأ خلاص، من أجل الله ولوجه الله واعد الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي، ربي استجب لي. يعني هي مو مقايضة، ولكنه هذا الإنسان، إنسان كائن ضعيف أمام قدرة الله وعطائه ونقمته،
وضعيف أمام غريزته، إن النفس لأمارة بالسوء. ولهذا الإنسان يعني لا يتصور نفسه لن يبلغ الجبال طولا أبدا، يبقى كائنا ضعيفا مصيره بيد الله، ومهما تجبر يوجد من هو أقوى منه متجبر عليه وأقوى منه، ولذلك فهو ضعيف، ضعيف أمام الطبيعة، ضعيف أمام الآخرين، ضعيف أمام قدرة الله قبل كل شيء، ضعيف أمام نفسه. فهو مجموعة مواد وأشياء تضعفه وتضعفه، ولذلك الإنسان ضعيف بقدر كبير أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وأمام قدرة الآخرين. ولهذا ما دام الإنسان ضعيف يحتاج إلى قوة، ولا توجد قوة على الأرض والسماء كقوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تحتاج إلى الدعاء وتحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل ثانية في كل لحظة. أنت من تقوم من الكرسي تقول يا الله، تأكيد، لأنه الذي ساعدك هي قدرتك التي أعطاك الله، بلحظة تفقدها في بركة الله باقي هذه القوة، يعني قد تذهب وقد يطيلها الله عليك إلى عمر كثير جدا ببركة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تحتاج إلى بركة الله ومباركته. أيضا في هذه الليالي مناسبة أيضا أن تشوف أشياء يعني جميلة وروحانية. كما قلت أنه أصبح رمضان هو مسلسل الدراما أو شهر الدراما، يعني سباق في الدراما وغيرها جميل. ولكن قلنا هذه يجب أن تأخذ حيزا قليلا، مو كل الوقت الذي يحصل، وهي قلناها أكثر من مرة أنه تأخذ الحيزة كله، يعني الإنسان يفطر يبقى للساعة ثنتين وبعدين السحر وينام، وهذا وكله مسلسلات ومسلسلات يعني، واللي فاتته يروح يشوفها الظهر يعني. شاهدت أيضا في هذا رمضان، أنا لم أشاهد للأسف يعني بسبب ارتباطي في هذا البرنامج وفي أشياء أخرى، حقيقة لم أرى هذه السنة لم أرى شيئا يعني. دائما كنت أتابع مسلسل تاريخي، أشوف قبل رمضان شنو المسلسل التاريخي راح ينعرض. السنة للأسف لم أتابع أي مسلسل تاريخي، ولكن اليوم بالصدفة يعني هاي صار يومين قبل ما أجي للاستوديو، تابعت برنامج أو مسلسل اسمه الشافعي عن الإمام الشافعي. حقيقة وجدت أن المسلسل ليس له علاقة بالشافعي. أولا الشخصيات الموجودة أغلبيتها مختلقة غير موجودة. العمل اسم الشافعي وقصة الشافعي، بس كل الموضوع ليس شافعي يعني. ثم هنالك عدم احترام للتاريخ إطلاقا. لاحظت شخصية الشافعي تستحق شخصية جليلة، هذا الرجل الذي حورب بسبب حبه لآل البيت، وهو رجل سني، هو أحد الفقهاء الأربعة السنة يعني، ولكن حرب وعدوه رافضيا شيعيا. ليش؟ والله قال بيت شعر، والله لو كان حبكم يعني أن أكون رافضيا فوالله فأنا أعظم رافضي، هكذا يعني بيت شعر ما معناه قصيدة، بس هو اختبى بهاي. وأيضا قالوا أنه يعني أهل البيت أن حبكم يعني من لم يصلي عليكم فلا صلاة له يعني. فهذه كلش شوف حساسية كلش قوية. كنت بنقول عليها الشافعي رافضي، زين شلون الشافعي رافضي وشلون المذهب الشافعي يعني؟ مدى أفهم يعني الشافعية مذهب، لكن غير الشافعية يعدون الشافعي رافضي. كيف يكون رافضي يعني؟ رافضي يعني شيعي يعني. تصور هاي الحساسية المطلقة، حساسية مطلقة لقضية آل البيت، هيك حساسية رهيبة. أي شيء بآل البيت رأسا تشتعل كل النار، هيك تشع الدنيا يورانيوم يعني، هيك قنابل نووية هيك تشع مجرد أن بآل البيت. وكأنما هذا التاريخ الذي زرعوه كراهية لآل البيت وابتعاد عن آل البيت فشيء يعني مدمر، وإلا أي شيء هذا رافضي، رافضي نجس، رافضي نجس.
هاي خلاص خارج عن الملة والدين، كافر رافضي نجس مأواه النار، خلاص راح. ليش؟ حكيت على مثلا معاوية أو مدحة الإمام علي، يعني هذا التاريخ ترى أخوان اللي كتبوه هواي ترى أكو ناس سيئين جدا، لا تصوروا ترى الكتاب هيك يعني ناس كبار، لا يعني أكو ناس يعني يبيعون دينه بدينار، يعني لا تتوقعون بأن ذولا هؤلاء هذا يجي الخليفة العباسي الأموي أمره يسوي اللي يريده. يعني في قضية القاضي أبو يوسف، أبو يوسف شخصية يعني رائعة، يعني ما يعني شخصية جديدة، وهو شخصية تلميذ أبو حنيفة يعني، وأنا واثق أن أبو حنيفة لديهم يعني لو كان قد عاش طال به العمر وشهد يعني كانت لديهم ملاحظات، لأن أبو حنيفة كان معاديا للعباسيين وقتلوا العباسيين، اقتل المنصور بسبب حبه لآل البيت ومساعدته لثورات آل البيت محمد بن مفسكية وزيد، كان يبعث له فلوس يبعث له المناظر هذا ويحمي الثوار، وكان سنده في الكوفة وبعد ذلك في بغداد، يعني عندما كان في الكوفة عندما ظهرت ثورة زيد بزمن الأمويين وبزمن العباسيين، أيضا محمد نفس الزكية في زمن المنصور أيضا وأخوه إبراهيم قاموا بالثورة، أيضا أبو حنيفة وقف معهم يعني وعذب وقتل، قتل بصوت المنصور في السجن أبو حنيفة، ومات من أجل البيت. تلميذه كان أبو يوسف، لكن أبو يوسف كان عباسيا بشكل غير طبيعي، صار قاضي قضاة في بغداد. يعني احنا نحكيها، احنا نريد نثقف الناس، يعني شوفوا قلت لكم انه ناس ذولا وعاظ السلاطين ذولا تدفع لي يرتبك اياها. ف يعني الرشيد يعني عجبته واحده من الجواري، هذه الجارية طبعا العرف ان الجارية التي يطأها يعني اي انسان يعني وطأها ابوه فتحرم عليه، يعني ما يصير يطأها، يعني هو كان معجب بها، كانت مالت ابوه، ابوه مات فالاب يمتلك كل ارث ابيه الا طبعا تلك التي وطأها ابوه او التي انجبت من ابيه فلا يمكن أن يطأها. يعني هذا العرف، يعني الجواري اللي كان لدى الأب صاراً لل، حتى أنه مثلاً هي صارت إشكال أنه الجارية التي يمتلكها أبوه يعني وأنجبت منه ولد، عندما يموت أمه تصير عنده جارية، يعني هي ملك أبوه، ملك يمين أبيه، فعندما موت يورثها، فهي صارت في قضية شرعية بعد ذلك، يعني أمه شلون تصير جارية عنده يعني هذه. وبالتالي عندما يموت الأم ويكون الـ 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 الأب هو الابن هو الوريث، فهي تصبح حرة، يعني تخليجة شرعية أيضا فيما بعد، تصبح حرة وبالتالي لا يحق لأبيه لولده أن هذا. وبالتالي فالقصة شنو؟ إنه الرشيد أعجب بجارية لأبيه فدعاها، قال لكبيرة الجواري، طبعا اكو نقيبات يسموه النقيبات على كل 100 جارية اكو نقيبة كابتن يعني، فالنقيبة قالها اليوم اريد فلانة من هذا، فجاءت بالليل يعني فقالت له اعلم ان ابوك قد وطأني، قال يعني أنت محرم علي، قالت أنا من واجبي أن أقول أن أبوك قد وطأني، يعني أنا ما تقدر يعني. فأرسل على أبي يوسف بالليل، كان كلش محتاج يعني، كان جميلة جدا رائعة، فقال له يا أبو يوسف يعني هذه أنا معجب بها يعني. طبعا هاي القصة بتذكرها كل المصادر يعني، لا تذكرها المصادر الشيعية أبدا، تذكر المصادر السنية يعني.
يعني احنا عذرا بنقول سنه وشيء على والله، بس نقصد خاطر لا يقولون بين ها هاي تهم معينه على الرشيد يعني. فقال له يعني وصارت بها شعر شقد يعني على ابو يوسف يعني بهاي القضيه، شعر وتواريخ وتذكر في كل القوانين هذه القضيه القصه. ف قال لابو يوسف يعني انا ما استطيع ان اطأها. قال اذا كان وطأها يعني تحرم عليك. قال له الا يوجد تخريجه شرعيه يعني؟ قال لا يوجد. قال له كيف؟ قال له اولا هذه جاريه. اي قال له والجاريه لا يؤخذ على كلامها. ومن قال انها صادقه؟ فيشكك في كلام الجاريه لانه كذا وهذا. وبعدين عندما وطأها هل هنالك شهود اربعه انه وطأها؟ وشاهدوا المروات في المكحله وغيرها من التعابير. فاذا كانت فهي اولا كلامها غير لا يصدق لانها جاريه، وثانيا انها هذا منين تجيب اربعه يعني بغرفه النوم منين تجيب اربعه يعني؟ وهذا فذلك قال اذا هي حلال لك. فوطأها. ففي الصباح اهدى له ما ادري حوالي المبالغ تقول يعني 100 الف درهم او شيء من القبيل يعني. فذهب يعني شوف قاضي سوى تخريجه لخدمه الحاكم ومشاه يعني خلاص 100 الف درهم امشي لك الامور يعني انت شو تريد انا امشي لك اياها يعني خلاص سوى له تخريجه يعني. وهذه طبعا تذكرها كل المصادر يعني ما بيها اي واحد هسه حكيم امامي يقرا يعرفها انها ف بعض وعاظ السلاطين وبعض رجال الدين وبعض القضاة يعملون لخدمة الحاكم يعني في كل زمان ومكان. الآن يعني في كل الأزمنة يعني لا تصدر أحكام هي قرارات مقررة سياسيا يعني الحاكم أدموهم أدموهم لهذا حقيقة شاهدت أنه أعمال كنت أتمنى أن تكون أعمال جميلة يعني صح واحد يستمتع بها بها معلومة بها تجربة بها قضية. أنا ما أقول لتعرضون واحد قرآن كريم لا 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 أنا رجل مدني يعني الدراما الطبيعية الحياة الطبيعية بها تجربة بها قضية بها معلومة بها أشياء تخدم تخدم الحياة تخدم الإنسان بها. و كنت أتمنى هذه الأشياء لكن شهدت في هذا المسلسل يوجد أخطاء تاريخية فظيعة يعني كما في كل مسلسل تاريخي يعني حتى خصوصا عندما أخذوا الغزالي وجدت أخطاء فظيعة أنه الغزالي التقى يعني حسن الصباح وهو لم يلتقي به وصار نقاش وأنت كذا وأنت كذا وكذا وهذا ما موجود يعني جاب الغزالي على حسن الصباح. وهذا أيضا والله انه المأمون وخلق القرآن والشافعي، ايش جاب الشافعي على خلق قضية خلق القرآن؟ هذه قضية صارت وين؟ صارت وراء الشافعي. قضية انه ظهرت فرقة اسمها المعتزلة تقول بخلق القرآن وغيرها وين شنو؟ فرقة آمن بها المأمون الخليفة العباسي وفرضها على الناس. فرضها على الناس. فهي صارت بعد وفاة الشافعي بسنوات 10 سنوات 12 سنة يعني شنو الربط؟ شنو الموضوع؟ شنو القضية؟ ما تعرف يعني. وبعدين ليش من الشافعي يروح لمصر يحجون لهجة مصرية؟ يعني المصريين كانوا يتكلمون عربية ليش يحجون مصرية يعني بدي افهم يعني. وشخصيات هنالك غريبة عجيبة في حتى في عائلته شخصيات ما موجودة عند الشافعي. فسوالي قصة كأنما أي كأي قصة طبيعية الآن وسموها الشافعي. زين ليش مسميه الشافعي؟ زين وين الإيمان؟ وين الدين؟ وين الفكرة؟ وين الفقه؟ وين الأشياء اللي نتعلمها؟ ما راح نتعلم قصة كأي قصة نشوفها يعني، اشتغل مهندسة واشتغلوا هذا وسمته هذا الشافعي يعني. فالقصد حتى هذه شفتها يعني اللي توقعت أن سأجد بها ضالتي، لكن للأسف أيضا وجدت فيها ابتسارا كثيرا عن الحقيقة. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل.
مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن في دقائق السحر أو لحظات السحر أو ساعات السحر التي كما قلت وأقولها ألف مرة أنها فرصة قد لا تلاقيها في العام الماضي أو قد لا تجدها في عامك الباقي، فاغتربها فإنها فرصة ذهبية والله، وتجارة ما بعدها تجارة. اليوم كنت أتصفح في واحد من كتبي، هو كتابي الصحابة كما أفهمهم الجزء الثاني. طبعا أنا كتبت عن صحابتي 10 كتب، وكتبت عن الإمام علي 10 كتب، وكتبت عن الرسول الأعظم 10 كتب، وكتبت عن أهل البيت 10 كتب، يعني غير التي كتبتها عن اختصاصي في الجامعة وغيرها. فاليوم كنت أتصفح هذا كتابي، كان لي فصل عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي المحمدي. هذا الرجل لم يعطى الكثير من حقه، ولم يسلط عليه الضوء لأسباب كثيرة. طبعا أولى هذه الأسباب أنه قريب من علي بن أبي طالب ومن شيعة علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى أن هذا الصراع الفارسي العربي وهذه الاختلافات ألقت بظلالها على الموضوع، وبالتالي فإن سلمان من الصحابة الأجلاء الذي لم يعطى حقه ولم ينقل عنه إلا أحاديث قليلة، بينما سلمان كان مقربا جدا لرسول الله، وإلا لما قال عنه رسول الله سلمان منا أهل البيت. ليش ما قال على واحد من الصحابة؟ ليش قال عن سلمان؟ يعني هيجي مجاملة؟ لماذا قال لسلمان سلمان منا أهل البيت؟ لشدة إيمانه وتعلقه وقربه لرسول الله والإسلام. سلمان كنت أتمنى أن أرى مسلسلا عن سلمان، كنت أتمنى أن أرى فيلما عن سلمان. أنا ما أعرف، يمكن حتما مؤكد، لأن السينما الإيرانية سينما ولجت كل الأمور، وحتما كان هنالك فيلم عن سلمان، لكن أنا لم أراه. يعني آسف، يعني السينما الإيرانية تكلمت وتحدثت عن أشياء كثيرة يعني، ولها باع طويل. السينما الإيرانية سينما رائعة. يعني الحقيقة سلمان الفارسي رجل يجب أن يطلق عليه الباحث عن الحقيقة أو الباحث عن الله سبحانه وتعالى. قبل أن ألوج في شخصية سلمان العظيمة، أقول بأننا نحن الآن يعني مجرد أن الطريق نمشي به، يعني واليوم قلنا لا غير هذا الطريق، لا يعني ما نتحمل. الحلاق اللي يقص شعور الناس شعرهم، يعني لو تقول له غير بن جاسم روح العبود ما يتحمل، يعني قرار صعب يعني. فما بالك بإنسان صاحب فكر ثاقب يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فينتقل من فكرة إلى أخرى بحثا عن هذه الحقيقة. سلمان كان رجلا من عائلة أرستقراطية في أصفهان في إيران، وكان والده هو خازن الأتوكشاه، يعني بيت النار. تعرفون المجوسية زرادشتي يعني يعملون جبل ويحطون به نار، هاي النار تشتغل طول السنة يعني، وهنالك خازن خاص يصعد يعني. وهذا الجبل موجود الآن لحد الآن في أصفهان، اسمه أتوكشاه. طبعا هو الآن عبارة عن صخر، يقال إنه كان كله مرص، كان كله مبنيا بالذهب، يعني هكذا تقول المصادر، واحتمال يعني ليه، يعني كانوا يقدسون معابدهم. وعندما دخل الإسلام إلى بلاد فارس طبعا حتما هذا الذهب أخذ، يعني يعتبر مكان وثني يعني.
فسلمان كان ابن هذا الخازن النار، ووالده كان إقطاعيا كبيرا جدا، استطاع أن يمتلك أراضي واسعة جدا في أصفهان، وأبوه كان قد علمه أن يكون من بعده هو خازن النار، وبالتالي يجب أن يكون هو الشخصية الدينية. ولكن طبعا ذلك الشاب سلمان لم يكن يقتنع بهذه الفكرة، حتما لهذا الكون لا يمكن أن يكون خلق والله بهذه الطريقة، وأنه هذا النار هي الإله الذي يخلق وغيرها، والنور الذي يأتي من الشمس هو الإله، بالتأكيد لم يكن يقتنع بها. ففي مرة أرسله والده إلى بعض السهول في أصفهان لجلب يعني الضرائب، وإذا بي يشاهد كنيسة صغيرة تقرع الأشراس، فدخل إلى الراهب قال له ما هذا؟ قال أنا نصراني وهذه كذا وكذا. قال وما النصرانية؟ قال النصرانية كذا وكذا وكذا وكذا. قال والله هذه أقرب إلي من عبادة النار. فذهب إلى والده فرحا بسيطا نقيا، وقال له يا أبي وجدت الإله الذي أبحث عنه، وجدت دينا هو دين النصرانية. فوالده عنفه قال يا ولدي هذا كذا واختلاف هذا. فقال له يجب أن أذهب إلى هذا الراهب لكي أتعلم هذا الدين. فأوثقه والده ولم يسمح له بالخروج، ولكنه استطاع من بعض الخدم ساعدوه بأن فك وثاقه وذهب إلى هذا الراهب في أصفهان. طبعا الراهب هذا حقيقة خشي على نفسه، لأن هذا رجل إقطاعي قد يقتله. قال له أنت تريد أن تتعلم فاذهب إلى الشام فإنها مركزا من مراكز النصرانية، فتعلم هنالك وتجد من هم أعلم مني، فهذه راحلتك وهذا متاعك واذهب، وهنالك أخوة ذاهبون إلى الشام من النصارى في مكان فلاني، فاذهب إليهم وخذ هذه الرسالة واذهبوا إلى دمشق. وذهبوا إلى دمشق، وذهب إلى أحد رجال الدين الكبار وتثقف بالنصرانية، وأصبح راهبا يشار له بالبنان، ولكنه كان يريد أكثر. فعندما مات هذا الراهب قال له أريد أكثر علما أكثر، فقال له إذا كنت تريد فاذهب إلى مركز النصرانية الأكبر والأعظم الموصل. الموصل كانت المركز النصرانية الأكبر. فذهب إلى الموصل، جاء إلى الموصل وأيضا تتلمذ على يد، وأصبح راهبا كبيرا جدا ومتبحرا في النصرانية، وبقى هنالك ولكنه بقى يريد. فقال له إذ كنت تريد علما أكثر عن النصرانية فاذهب إلى نصيبين. تعرف مركز النصرانية كانت الموصل ونصيبين، الأدب الشرقي كتب في الموصل والفقه الغربي تقريبا كتب في النصيبين، فذلك ركني النصرانية لا يتصور البعض القدس ودمشق، لا الموصل ونصيبين. دمشق صح مدينة مسيحية كانت كبيرة، والقدس كانت مدينة مسيحية، لكن مركز المسيحية كان الموصل ونصيبين. هذه معلومات تاريخية لا أعلمها الكثير يعني. فذهب إلى نصيبين وهنالك تثقف، ولكنه قال لي الجادين أنني تعلمت كل شيء ولكنني أبحث عن الله لم أجده. فقال له أحد الرهبان، قال له إن كتبنا القديمة تقول، والتوراة وغيرها تقول، بأن هنالك نبي سيظهر في جزيرة العرب. فهذا الرجل اللي ترك كل أملاك والده وكل ضياعه وإجا يصير خادم في دمشق ويتعلم، بعد يرجع الموصل بعد يروح نصيبين، قال والله إني لذاهب إلى جزيرة العرب. فكان يعمل واشترى بعضا من الخرفان وحمارا عفوا، وبقى في طريق القوافل الذاهبة إلى الجزيرة العربية. فمرت قافلة عربية قال لهم أنتم ذاهبون إلى الجزيرة؟ قالوا نعم. قال هل آتي معكم؟ وكم تريدون؟ قالوا نأخذك لكن تعطينا كل أغنامك وحمارك وتخدمنا في الطريق. قال نعم.
أعطاهم كل أغنامه وأعطاهم حماره وبدأ يعمل في القافلة. وعندما وصلوا إلى مكة باعوه في سوق النخاسة وقالوا هذا عبد فارسي اشتريناه من الشام. تصور، شوف ذول الملاعين تجار. فبيع إلى رجل يهودي، هذا رجل يهودي أعطاه إلى أخيه من بني قريظة، أعطاه إلى أخيه في المدينة، فظل يعمل في بستانه وتعلم اليهودية وغار في اليهودية وتعلم العبرية وبدأ يقرأ التوراة، قبلها تعلم الآرامية وكان يقرأ الإنجيل، وقبلها كان يعرف الفارسية. وبالتالي انظروا إلى هذه الشخصية المثقفة الباحث عن الله سبحانه وتعالى، باحث متواضع جليل هو سلمان الفارسي. أنا معجب بسلمان ليس لإيمانه فقط بل لبحثه وقدرته وجريه وجهاده من أجل الحقيقة. باحث عظيم سلمان. وظل يعمل لدى هذا من بني قريظة هذا اليهودي في المدينة في بستانه، وأصبح يهوديا، يعني انتمى لليهودية. قال علي أجد الله، ولكنه لم يقتنع، قال هنالك شيء ولكن هنالك نبي سيظهر كما قلنا. وهنا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسمع عن الرسول فأخذ يستمع إليه، فقال أنني أعرف صفات الأنبياء، لا يأخذون الصدقات ولا يأخذون النذور بل يقبلون الهدايا. فحمل إليهم طعاما، قال هذا نذر من الصباح، فأحمله الرسول وأعطاه لأصحابه ولم يأكله. قال إذن هذا الرجل لا يأكل النذور. في اليوم التالي جلب إليه تمرا من المزرعة اليهود فقال له هذه من نصيبي، هذه هدية، فأكلها الرسول. قال إذن هذا الرجل فيه، فلأستمع إليه. واستمع إلى الرسول واقتنع بالقرآن المجيد وأصبح مؤمنا من اللحظة التي التقى بها بالرسول. ورسول لذلك طلب من أصحابه أن يشتروه لأنه عبد، فدفعوا ماله إلى هذا اليهودي وأصبح عبدا لله وأصبح قريبا جدا من رسول الله. ولذلك تثقف وتفقه بالإسلام وأخذ يقرأ القرآن، فتعلم كان يعرف الفارسية ثم الآرامية ثم العبرية ثم أتقن العربية وأصبح فقيها. ولذلك في مرة كان أبي الدرداء واحد من الصحابة كان يتكلم أمام صحاب، قال والله إنني لا أنام الليل أصلي وأنام النهار ولا أقرب زوجتي ولا ولا ولا. فقال له سلمان هذا ليس صحيح، الله لا يأمرك كذا، لزوجك عليك حق ولبدنك عليك حق، يجب أن تنام وتصحو وتأكل وتنام وغيرها من الأشياء. قال له ومن أين لك هذا الكلام؟ قال هذا الكلام القرآن الذي أفهمه والدين الذي أفهمه. فذهب أبو الدرداء منزعجا إلى الرسول قال إن سلمان يمنعني. قال نعم الرأي، رأي سلمان، نعم أنت إنسان عليك أن تأكل وتنام وتشرب وتتزوج وكل شيء تعطيه حقك، فأنت لديك أسرة يجب أن تعطيها أهمية، فما قاله سلمان هو الحق وليس التبتل والرهبانية. الرسول خصص سلمان بأشياء عظيمة، ولذلك سلمان كان شخصية في غاية الذكاء والفطنة، وكان لسيقا بالإمام علي عليه السلام حتى أصبح واحدا من شيعته، ولذلك كان أقرب الناس لعلي بن أبي طالب هو سلمان الفارسي، رغم إن سلمان أكبر من الإمام علي بسنوات طويلة، سنوات طويلة. ولذلك كان معه كتلميذ يتفقه من الإمام علي.
بقى منارة للصحابة، الصحابة يهتدون بكلام سلمان. ولذلك عندما توفي الرسول، يعني قبل في معركة الخندق، المشركين بقيادة أبي سفيان كانوا منتشين بمعركة أحد وما حققوه، فدعوا القبائل كلها وجاء بعشرين ألف مقاتل. قال أبو سفيان لا تقوم لنا قائمة إلا بالقضاء على محمد وأتباعه، يجب أن نقتلهم جميعا. هذا القرار هيك النهاية تطهير تام. فجلبوا عشرين ألفا. العرب لا تعرف هذه الأرقام، لا تسمعهم بين الأوس والخزرج وما أدري شنو وحرب البسوس، هاي 200 ب 300 400 ب 500 600 ب 700 1000 ب 1000 ماكو شيء اسمه 20000. يعني هذه من القبائل اذا تسمعون ترى بالشعر العربي وملأنا الصحراء دما، هو مقتول 17 واحد مثلا، وقد لعبنا حوازرة بأرجلها الكرينة، قطعنا الرؤوس وجعلنا الحوازرة تلعب الكرينة، تلعب الكرة يعني برجليهم الأطفال برؤوسهم. هم 17 واحد، 20 واحد قاتلين، 80 واحد أقصى شيء، 50 واحد يعني. وأسرنا منهم ظلال الشمس وهم أسرمة 30 40 واحد يعني. هذا هو الشعر دائما، ماكو شيء اسمه 50 ألف منا و 60 ألف منا، ما لا يوجد هكذا أرقام أخوان. في المعارك القبلية 800 300 400 200 35 ب 40 ماكو شيء اسمه 20 ألف و 50 ألف، القبائل ايش قد كانت هي. لذلك الفرسان ايش قد يعني. لذلك من أبو سفيان أرسل إلى العرب وصاروا 20 ألف، كانت رقم مهول. فالرسول لديه عيون، يعني هذا ما جمعوه بليلة، جمعوه بأشهر هذا العدد يعني. والمدينة صغيرة وعدد المسلمين محدود جدا، محدود قياسا بهذا العدد يعني. فقال يعني أشيروا، بماذا تشيرون؟ القادم إلينا عدد مهول لا قبل لنا عليه. فقال له سلمان نحن في بلاد فارس لو حوصرنا تخندقنا، ابني خندق، احفر خندق، لان المدينه تقريبا ثلاث ارباعها محاطه بجبال وعيره، ما تقدر تصعد لها الفرسان، تبقى منطقه حوالي ثلث او 40% منفتحه، فحفروها يعني، حفرت هذه وصارت خندق، خندق عظيم. ولكن عندما جاء ابو سفيان وهؤلاء العشرين ألف تفاجؤوا. هذه والله، حتى قال ابو سفيان هذا لم تألفه العرب من قبل، ماكو شيء احنا القبائل تتعارك ونلقى خندق يعني. هاي حرب كر وفر وبعدين ننتصر وناخذ السبعه ونحرق الخيام ان نجد خندقا، هذه والله ليست بفكره عربيه. والرسول اقتنع بهذه الفكره وبنوا الخندق. حتى من الأشياء التي تذكرها التاريخ أنهم صادفتهم صخرة، فجاء الرسول وضربها ضربات ثلاث وانكسرت إلى ثلاثة أجزاء قابلة للحمل، يعني كان صخرة كبيرة. فقال الرسول لسلمان انظر يا سلمان، عرش كسرى سيكون لنا، وعرش الروم سيكون لنا، وعرش حكام اليمن سيكون لنا، هذه الثلاث. وكان دائما سلمان يرددها انهم انتظروا فان رسول الله قالها وفي ايام وفي سنوات قليله. طبعا ساكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك يا عزيزي المشاهد مره اخرى، ونحن نتكلم في هذه اللحظات الربانيه عن واحد من اولئك الذين كان للايمان دور كبير في حياته، بل تحول إلى جزء من الإيمان والإسلام. إنه سلمان المحمدي، سلمان الفارسي. سلمان كما قلنا عاش قريبا جدا من الرسول، وعند وفاة الرسول كان قريبا جدا من الإمام علي، حتى أن الرسول قال لعلي عن علي وأصحابه قال هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، يعني شيعته يعني أصحابه.
ولذلك فإن قرب سلمان من علي لأنه كان دائما يبحث عن الحقيقة والإيمان، ولم يجد أكثر من علي بن أبي طالب يمثل الحقيقة والإيمان. ولذلك عاش قريبا جدا، حتى أن أبي بكر طلب منه مرة أن يكون واليا فقال له لا لا أريد. ثم جاء الخليفة عمر وطلب منه أن يكون خليفة واليا فقال له لا، والله لو يأكل المرء التراب على أن يولى على نفرين فليأكل تراب أفضل يعني. ما قال له لماذا؟ قال والله لحلاوة فطامها وصعوبة حلاوة رضاعتها وصعوبة فطامها. السلطة حلوة وبيها أشياء كثيرة، الإنسان من يتعود عليها خلاص ما يقدر يعيش بدونها، ولذلك عليه أن يقدم تنازلات، يجب أن يتنازل يتواضع يتجامل وأشياء كثيرة تسقط من حياته. ولهذا كثير من الذين استلموا يعني السلطة والإمارة فقدوا الكثير من مما هم يفكرون به ويحملونه. ولكن وصلت الحد أن الخليفة عمر فرض عليه، قاله لن أجد غيرك أفضل أن يكون واليا على المدائن. طبعا المدائن كانت هي عاصمة العراق، ما كانت أكو يعني لا بغداد ولا البصرة ولا الكوفة ولا غيرها، ولا بقى أي المدينة الأولى التي كانت عاصمة للعراق وهي هي المدائن، اللي كانت عاصمة أيضا عندما كان الحكم اليوناني، عندما جاء ألكسندر المقدوني وأصبحت الدولة مقسمة عاصمة العراق أصبحت المدائن، ثم ذلك يعني عندما جاء الفرس واحتلوا العراق أصبحت أيضا تايسفون وأيضا ثم المدائن. وبالتالي فإن هذه المدائن كانت عاصمة إمبراطورية، هذه المدائن اللي هي سلمان باك وأيضا الدورة. على فكرة المدائن القديمة هي الدورة الآن، لأنه النهر غير مجرى، فالمقصود بالمدائن الآن الدورة يعني، وهذه الآن تحت 50 متر بالدورة توجد أعظم عاصمة في العراق اللي هي سلوقيا. سلوقيا اللي كتب عنها الكتاب اليونانيين شيء كثير، كانت أعظم الشعراء والشاعرات والأدباء كما يصفها اليونان، كانت عاصمة العراق وأيضا كانت ميناء عظيما كما تصفها المصادر الإغريقية والرومانية. ولهذا المدائن كانت هي العاصمة، سميت المدائن لمجموعة مدن يعني. فعندما طبعا انتصر العرب في معركة القادسية وخرج الفرس، سلمان أصبح واليا على المدائن طبعا بعد ضغط كبير من عمر بن الخطاب، فقبل وجاء إلى المدائن. مدائن مدينة إمبراطورية يعني، ناس متعودين على الرفاهية والقصور وغيرها. أتشوفون هسه سلمان باك هذا كله جو الآن تحت هاي القصور يعني، أكبر دليل على ذلك شوف الطاق كسرة الآن، واحدة من الأشياء البارزة الحقيقة. طبعا الطاق كسرة كان أعلى لأن الأرض ارتفعت يعني حوالي، طاق كسرة الآن حوالي 20 متر تحت يعني، كان أعلى وأعظم لأنه الأرض ترتفع سنويا يعني، أو 25 أو 30 متر يعني، يعني نحفر 30 متر نصل إلى أرضية طاق كسرة يعني. ولهذا عندما جاء سكن المسجد قالوا له علينا أن نبني لك بيتا، فأرسل إلى بناء مدائني فقاله أريد لك بيتا، قال سأبني لك أيها الوقت، قال لا 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 أريد أصغر بيت في المدائن، قال إذا وقفت فالسقف يعني يكون إلى رأسي، وإذا نمت سيكون قدمي ورأسي في حال الحائط يعني، ما نريد أكثر من هذا، سوي لي بيت. فبنى هكذا بيت، هو أكثر بيوت المدائن وهو الوالي. تصور سلمان من السابقين في يعني يعتبر رجل من الأوائل، فكان له مرتب بالإضافة له هو رتب موالي يعني رئيس الدولة، قد يصل إلى 1000 درهم في الشهر.
لكن سلمان كان لا يأخذ فلسا واحدا، كان يأخذ من راتبه 3 دراهم فقط. هذه الدراهم أو عفوا يأخذ درهما واحدا، هذا الدرهم يشتري به خوص ويعمل في الخوص مكانس ويجلس أمام الدار وهو والي المدائن، يجلس أمام الدار يبيع مكانيس. بنهاية النهار أو بنهاية هذا يصير عنده 3 دراهم، درهم يرجع البيت المال ودرهم يبقى له وعائلته. يعني هكذا عاش سلمان، عاش من حياكة الخوص وبيع الخوص وبيع المكانس. أي شيء بيخوص يعمل سلمان، فكان يحكها في بيته، وكان عنده خادم، يعني هو مو خادم، هو يتعامل. حتى عندما يعملون الخبز هو الذي يعجن، والخادم مثلا يشوي الخبز، بعدما ينتهون يجلسون سوية يأكلون، هو الخادم ماله. لذلك كان في غاية التواضع، في غاية الإيمان سلمان، حتى أنه وكان قال لهم: جئتكم بجلبابي هذا، ولن أخرج إلى قبري إلا بجلبابي هذا. يعني وذلك جلبابه كان مخرقا، يعني حتى أن مرة كان يسير في شوارع المدائن ذاهبا من بيته إلى المسجد، فكان هنالك تاجر عراقي، طرف المدائن مدينة عظيمة يجوها التجار، وهذا فشاهد أحد التجار، مو كل الناس تعرف الوالي، يعني ملاكو تلفزيون ملاكو جرائد، يعني إلا ابن المدائن يجي يحضر المسجد وهذا يمكن يشوفه يعني، فما يعرفه. فقال له: يا رجل، شاف جلبابة مخرق، فقال هذا فيه، قال: تعال معي احمل هذا التمر وأعطيك جزءا منه عندما توصله إلى راحلتي. جابوا يا راحلة يعني بعير أو شيء، فحطها على ظهره وشالها وديمشون. فبالطريق الناس تسأل: صباح الخير أيها الوالي، مرحبا أيها الوالي، والقسم يجو: أيها الوالي دعني أحمل عنك. فهذا التاجر العراقي ما قال: من أنت؟ هؤلاء الناس الذين. فقال له: إنه الوالي، إنه سلمان. فقال: بالله لا دعني أحمل. قال: لا، أنت طلبت مني المساعدة فأنا سأوصلك. فوصلها إلى راحلته ولم يأخذ منه مالا. هذه واحدة من حياة سلمان الذي عاش فقيرا جدا، عاش متقعا، نموذجا للحاكم، وهو درس للحكام على مدى التاريخ. الرجل رغم ماله الكثير، يعني راتبه الكبير، لم يكن يأخذ منه سوى درهم ويرجع ولا يأخذ منه. وبيته كان أفقر وبيت، حتى عندما كانت تمطر الدنيا كان يحتار في حماية البيت من المطر أو غيره، وعندما تكون عاصفة قوية هو يحتار في حماية هذا الدار. هو الوالي وجلبابه واحدا، ولذلك عاش في غاية التبتل والتقشف. قال: أريد أن أواجه الله بقلب سليم، لا أحمل معي شيء. حتى عندما في آخر أيامه كان يبكي في صلاته، فكانوا يقولون له: لما تبكي يا صاحب رسول الله؟ يا من يعني، حتى أن الإمام علي مرة قال عن سلمان، قال: سلمان أكثر الناس علما بالكتاب الأول وبكتاب الله، فقد عرف الكتاب الأول وعرف القرآن. الكتاب الأول يعني عرف التوراة وعرف الإنجيل وعرف القرآن. فسلمان عالم من العلماء وفقيه، وبالتالي عندما أصبح مسلما استفاد من كل الفقه القديم ووظفه إلى. ولذلك سلمان كان يفتي، ولكن كانوا يقولوا له: اصعد على المنبر. قال: لا، أنا لا أفتي على الناس، أنا أفتي بينكم. ولهذا كان الصحابة يأتون إليه للفتية، ولكنه كان في غاية التواضع، في شدة التواضع واحترامه لنفسه. وكان
أيامه بعد وفاة رسول لسيقا بعلي بن أبي طالب، وهنالك محبة خالصة وعظيمة بين الرسول بين الإمام علي وبين سلمان الفارسي، وكان من شدة تواضعه هو يكبر الإمام علي بسنوات طويلة، ولكن عندما يسير الإمام علي كان يسير خلفه فالإمام علي يتخلف. فتلاحظون هذا التواضع، الإمام علي يتراجع هو لا يتراجع، وهكذا. وهما العالمان باب مدينة علم رسول الله أبي الحسن وسلمان الفارسي هذا المتبحر. ولذلك عندما أصر عليه عمر الخليفة الثاني أن يكون الواليا والقاضيا هنالك في المدائن، كان يعرف بأن هذا الرجل قادر على بتواضعه وبإيمانه أن يكون هو الرمز الذي يهتدي به أهل العراق وأهل المدائن. ولهذا هذا الرجل أصبح نموذجا اهتدى به الكثير. على فكرة المدائن في هذه الفترة لم تكن كلها مسلمة، يعني أنتم لا تتصورون عندما يجون العرب بجيوشهم مثلا مسلمين خلاص انتهت، كما يحكون بكتب التاريخ هذه معلومات تاريخية انطلت الآن، يعني حتى المسلسلات تطرح بكيفها. يعني تتصورون عندما دخل عمرو بن العاص بجيوشه ودخلوا مصر خلاص كلها صارت مسلمة، أبدا، بنوا الفسطاط وشنو، مصر بقت مسيحية، بقت مسيحية إلى حد الفاطميين، يعني 250 سنة في زمن الفاطميين بدأ المصريون يدخلون الإسلام أكبر. يعني لا تصورون عمرو بن العاص كان هذا، والشعب كان كل مسيحي. يعني حتى عندما أرسل الإمام علي مالك الأشتر كان أحد الوصايا أن أرسلتك إلى قوم مرت عليه وهم ليسوا من ملتك ودينك، والناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الإنسانية، هذول هم شعبك، أهم شيء انظر لهم، لا تنظر إلى دينهم أو شيء، إرضاء الشعب قبل هذا. هذا في زمن الإمام علي أيضا. ولذلك عندما جاء واليا على المدائن، المدائن مقلة كانت، ما كانت بها مسلمين غير قليل، كان المجوس وكانوا نصارى وكان بعض من اليهود، أغلبيتهم نصارى وبعض من المجوس يعني، وأيضا بالتالي هاي كانت، وكان أيضا صابئة، بعض الصابئة، والأغلبية مسيح كانوا طبعا. العاصمة كانت هي الحيرة قبل الإسلام. إذن هذا كان هو الجو، يعني هو كان يحكم أرضا ليست كلها مسلمة، بعض من المسلمين يعني نسبة، لأن بعد الهجرة كانت محدودة، الجيش الذي جاء لفتح العراق هو الذي سكن، وبعض القبائل أسلموا، أما الأغلبية لا، يعني مسيحيون لم يكونوا مسلمين. لا تقول لي البصرة والكوفة، البصرة والكوفة هي انبنت من قبل المسلمين والعرب، 14 هجرية بنيت البصرة و17 هجرية بنيت الكوفة، بنيت كمعسكرات يعني سكنون بها الجنود المسلمين المقاتلين، بعدين جابوا عوائلهم، بعدين صارت مدينة، يعني هي بنيت مدينة. ومع ذلك الكوفة ما كانت كلها مسلمة. أيضا جاءوا أهل الحيرة، لأنه الحيرة ملاصقة للكوفة، وكان أغلبية الكوفة كان في البداية مسيحية، يعني عندما فهنالك كانوا مسيحيين كثيرين يعني. وعندما جاء سلمان الفارسي كانت أغلبية الناس في المدائن مسيحيين أو مجوس، يعني لم يكونوا مسلمين. تصور البعض كان يسير بين المسلمين، لا أبدا، البعض مسلمين يعني. هذه حتى واحد يفكر، لا تشوفون هاي، لا تقرؤون والكتابات اللي هسه تكتب، تصوروا خلاص هاي خلصت معركة القادسية العراق كله صار مسلم، لا أبدا، احتاجت إلى قرون يعني حتى أصبح العراقيين كلهم مسلمين، وذلك بقى المسلمين المسيحيين إلى فترات يعني متأخرة جدا. يعني الموصل بقت مسيحية، يعني المدائن بقت مسيحية، يعني كثير مناطق أربيلو وغيرها وكركوك وهي كلها مسيحية يعني بقت. ولذلك أقول بأن سلمان الفارسي هذا رجل كان نموذجا، ولذلك اهتدى الكثير من العراقيين بأخلاقي وتواضعي وإيمان سلمان.
وبالتالي شافوا هذا الوالي العظيم بهذا التواضع وبهذا الإيمان، فكان أنموذجا اقتدى به العراقيون من أهل المدائن والمناطق الأخرى. بقى سلمان على حاله هذا يحكم بكتاب الله متواضعا جليلا، يبكي عندما يصلي، فقالوا له: لما تبكي يا سلمان؟ قال: إنني أخاف الله. قال: وأنت المؤمن صاحب رسول الله؟ قال: بلى، عاهدت الله أن أعود إليه بدون أي شيء من الدنيا. قال له: وما تحمل أنت من الدنيا؟ قال: داري هذا والمتكأ هذا، قريولة مع الخشب، وجلبابي هذا، وهذه أدواتي، هذه أدوات الدنيا، حتى هذه أخشى من الله وأخاف من الله أن أموت وأواجه ربي. تصور بعض والي عند كوخ وعند دشداشة وعند قريولة مع الخشب وعند شيء يطبخ عليه، هذا خايف من ربه. فأين يذهب أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة من عذاب الله؟ وأين أولئك الذين يأخذون ما ليس لهم بحق؟ ويا ريت يكتفون بالراتب، لا راتبكم شنات ولا شنو، ما تمشي القضية يا باي، ما خاصة بالناس، أنا هيك من الناس، تعطينا حقنا حقنا يعني مشروع طينا حقنا تتبوقنا يا با، هي ما يعني صار مال تتبوقنا، اطلع حقنا واشتغل، تريد تشتغل تعطينا حقنا، تتبوقنا احنا وين حقنا؟ حقنا الرشوة، حقنا جزء كبير من هذا، حقنا اعطينا حقنا. لهذا يعني كثير من الناس الذين يقولون ان نحن على نهج علي ونهج سلمان وغيره، للاسف يعني لم يكونوا بمستوى كلامهم عن سلمان وعن الإمام علي. سلمان بقى وفيا وقال وبقى ملتزما، حتى إنه لم يغنم من الدنيا غير شيء واحد، شيء واحد ظل سلمان محتفظ به سنوات. هذا الشيء البسيط كان محتفظ به بصرة، كان قد أعطاه وضعه في البيت وقال لزوجته: هذه الصرة هي أغلى ما أملك. فعندما دنته الدنيا دنت منيته. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن في هذه اللحظات التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويرزقنا ويعفنا ويحمي عوائلنا ويبعد عنا الشر والمكروه ويبعد عنا الموبقات ويبعد عنا النفس السيئة. ونحن في هذه اللحظات نستذكر أولئك المؤمنون الأوائل الذين نهتدي بهم. اليوم تطرقنا إلى سلمان الفارسي، ذلك المتبتل العظيم المؤمن الرائع الذي كان واحدا من أشد الصحابة، صحابة رسول الله ولي الإمام علي، ولكن مع ذلك لقربه للرسول ولقربه للإمام علي لا نرى كثيرا من الأحاديث تنسب إلى سلمان أو نقلت عن طريق سلمان، رغم أنه سلمان كان يمتاز بعقل كبير وكان قريبا من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. سلمان هذا النموذج المتقشف الذي أردت اليوم أن أتكلم عنه كواحد من أتباع الرسول وأتباع الإمام علي، وكيف كان أنموذجا للمؤمن المحمدي العلوي، وكيف أنه عاش بجلباب، دخل الولاية بجلباب وخرج به ومات به، وكان يبكي كثيرا عند وفاته، وقبل أن يموت بأيام قال لزوجه: إني أودعتك كنزا.
قالت والله لم تعطيني شيئا. قال لا، أعطيتك أهم شيء. قالت وما هو؟ لا نملك شيئا. قال لها أعطيتك صرة صغيرة. قالت نعم. قلت لي إنه في يعني في لحظات في أيام سأطلبها. قال آتيني بها. فجلبتها. قال هذا هو كنز الدنيا، لا أملك كنزا غيره، وهو آخر شيء لي في هذه الدنيا. قالت له وما هذا؟ قال إنني في معركة، وشارك في معركة القادسية طبعا، وأيضا شارك في معركة جلولاء طبعا، عندما انتصر الجيش المسلم على الفرس في معركة القادسية ذهب الجيش الفارسي وتخندق في منطقة الغزالية بالوقت الحاضر، لكنه كانت أهوار منطقة الغزالية بتلك الفترة، ولكن طبعا الجيش المسلم كان لديه استراتيجية أن يستغل انكسارهم، لأنه أي تجمع لهم هم أكثر عددا سيعني ضربة للجيش المسلم، فذلك تابعوهم إلى الغزالية، بعدين طاردوهم إلى جلولاء. في جلولاء تجمع الجيش الفارسي مرة أخرى، ولكنه تجمع مهزوما مشتتا، ولذلك قال المسلمون لو ننتظر أكثر يعني يعيدون تنظيمهم بأيام، وبالتالي لا قبل لنا عليهم، فلنغير عليهم الآن. فحصلت معركة جولاء اللي تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي، وقتل بها الكثير طبعا، وشارك بها سلمان، وحصلوا على غنائم كثيرة. كل الغنائم اللي أعطوها هي رفضها، إلا شيء واحد أنما هو شيء من المسك. قال هذه غنيمتي التي سأفارق الدنيا بها، وهذه اللي حملها وياه. وعندما جاء واليا على المدائن كان يحتفظ بهذه الصرة. فقال لزوجته عندما أموت وأفارق الحياة فعليك أن ترشي هذا المسك على جسدي حتى يودعني الآخرين وأنا في عطر الجنة، وأذهب إلى الله سبحانه وتعالى وإنني معطر. فتوفي هذا الجليل الجليل في بيته المتواضع، عندما سجي كانت قدمه تصل لهذا الطرف ورأسه في الطرف الآخر، حتى عند جاءوا أصحابه والمؤمنين لا مجال لهم لكي يدخلوا غرفة صغيرة، يعني متر متر مترين يعني ليس إلا، لهذا دفن بطريقة متواضعة هذا الصحابي الجليل العظيم الذي أعطى درسا في التواضع وحفظ الأمانة والتقشف والبقاء لله سبحانه وتعالى. كم كنت أتمنى أن يهتدي به الحكام ويجعلوه نموذجا، ولذلك بقى خلت سلمان بتواضعه بعلمته بحبه بإنسانيته بإيمانه. سلمان الذي بقى قبره وحماه الله في عام 1936 فيضان زاد في بغداد كثيرا، وكان أحد الأشخاص في سلمان باك رجل كبير، حلم بأن سلمان الفارسي يأتي إليه فقال له قبري يعني، فذهب إلى جاء إلى البلاط الملكي وطلب مقابلة الملك، يعني ملك غازي كان موجود، فقابله قال إنه أنا حلمت هكذا. فالملك غازي اتصل بوزارة الزراعة فقالوا نعم هذه السنة سيكون فيضانا عظيما، يعني نحن على اعتاب النيسان يعني الآن في بداية آذار. فقال إذن ما الحل؟ قال يجب أن ننقل الرفات قبر سلمان من هنا إلى مكان آخر. فبعام 36 نقلت رفات قبره وهو حذيفة بن اليمان، نقل إلى المكان الموجود الآن طبعا، وجاء الملك غازي بنفسه، وطبعا صارت مسيرة عسكرية ضخمة، ويعني اللي يراجع الصحف ب 36 يشوف المسيرة والملك غازي أمامهم والجيش يحمل هذا، وبالتالي حملت رفات
سلمان وحذيفة بن اليمان إلى المكان اللي المسجود الآن المسجد، وذلك الله خلده بقبره، هذا القبر الذي يجب أن يكون شاهداً لواحدة من صحابات أصحاب الرسول العظام الذي أثبتوا بإيمانهم وتقواهم وإسلامهم التقي النقي الذي يجب أن يكون نموذجاً لكل حاكم، وخصوصاً أولئك الذين يدعون أنهم يحملون راية علي وراية سلمان. بذلك أقول لكم شكراً جزيلاً وإلى اللقاء مع رق تحياتي.